قوله كل بدعة ضلالة، أي كل حدث في دين الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل بدعة ضلالة، يعني كل من أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه وليس مقبولا منه. أما قول من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس المراد بذلك البدعة التي ليس لها أصل في دين الله، وإنما المراد من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما يبين ذلك قصة الحديث نفسه عندما حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الصدقة، فقام أحد الصحابة وتصدق بمال كثير، فتأثر الصحابة بما قدمه وما بذله على إثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على الصدقة، فقام الناس بالبذل والتصدق متأثرين بصنيع ذلك الرجل، فقال حينئذ عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها أجر من عمل بها. فالمراد بالسنة الحسنة أي إحياء السنن الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.